السنه الجايه ان هو ينافس على البطولات، سواء ان هو يدخل افريقيا او بطوله محليه او الكلام ده كله، وده كان شرط للكابتن حسن قبل ما يكون شرط العمر. وبعدها انا قررت، ده كان ممكن ان انا حتى 6 شهور قبل ما انا اجي، لكن بعد ما اتكلمت مع الكابتن حسن الموضوع حسم، واللي الكابتن حسن شافه صح واداره نادي المقاولين مع الباشمهندس محمد هو اللي انا نفذته. وزي ما هو قال لك انا جيت مضيت على العقود، والله حتى ما اعرف حتى العقود تمشي ازاي يعني او الكلام ده كله، لكن خلاص انا لعيب موجود في نادي المقاولين وان شاء الله جاي افضل يعني. احقاقا للحق، يمكن الكابتن عمرو بقاله فترة أكثر حوالي شهر في كلام مع الكابتن حسن هو والكشف الطبي، لم أسمع ولم تصلني أي كلمة رغم إن جات له عروض من أندية إنه راح أي نادي أو اتكلم مع حد، ودي برضه يجب إن احنا نقولها الراجل احترم عليه. أكيد سعيد طبعا إن رجعت بلدي والجمهور اللي بيحبني وبحبه والأعلامنا اللي عمل معانا كتير وإحنا عملنا معاه كتير. سعيد جدا أنا موجود في نادي المقاولين لسببين او 3 اسباب. رقم 1 اداره محترمه على اعلى مستوى، اداره مستقره، ناس بتوفر كل شيء لفرقه الكوره. ثانيا وجود مدرب عالمي وقيمه قرويه كبيره جدا زي الكابتن حسن شحاته وجهازه المعاون، اب بالنسبه لي، اب يعني بثق فيه جدا وبحترمه جدا، ويعني مش عايز اقول لك يعني في حب متبادل قد ايه بيني وبين الكابتن وقيمه الكابتن حسن شحاته. لعيبه على المستوى سواء العناصر الشابه او الخبرات اللي موجوده داخل الفريق، الحمد لله رب العالمين. شايف ان شاء الله ان انا اتمنى يعني اقدر احقق حاجه مع نادي المقاولين، لان هو طموحهم السنه دي زي ما قلت من شويه في المؤتمر ان هو عايز السنه دي يبقى في مكان او في المنطقه الدافئه زي ما بيقولوا، او في مركز متقدم، لكن السنه الجايه ان هو بيدور ان هو ينافس على بطوله، لان زي ما انت عارف تعاقد نادي مقاولين مع نادي مع الكابتن حسن شحاته هو 1.5 سنة، فهو يعني 6 شهور ده اللي بيفكر فيه دلوقتي، لكن من السنه الجايه بالعناصر اللي اتضمت مع اللي هيضمهم في الصيف ان هو عايز ينافس على بطوله. ليه لا؟ احنا شفنا فرق صغيره زي سموحه، زي ام بي دلوقتي بينافس الزمالك على المركز الاول، من تاني من اول، شفنا سموحه السنه اللي فاتت، فليه لا يعني، فاهم ازاي؟ خصوصا ان نادي المقاولين من الانديه العريقه وثالث الانديه على مستوى مصر تحقيقا للبطولات يعني. والله ليه لا؟ الموضوع هو المفروض تأهل يعني، تأهيله المفروض كويس دلوقتي ومفيش إصابة، والموضوع مش صعب بالنسبة له، كل واحد يجتهد وإن شاء الله ربنا هيكرمه في الفترة الموجودة دلوقتي. والله مش موضوع مشاكل، هي كانت بس يعني أنت عارف في الكورة ممكن تكون الحظ مش مع نادي المقاولين أو الفرص اللي بتيجي مش بتترجم بسرعه، لكن احنا عندنا لعيبه كويسه، عمر جمال وبارك وطاهر سالم، عندنا لعيبه كتير كويسه بدون يعني عشان ما انساش حد، ولكن بتدعيم عمر او اي حد هيجي تاني الموضوع هيبقى احسن يعني المدير الفني نفسه. اكيد مبسوط ان انا موجود هنا طبعا، اذا كنت مع الباشمهندس محمد عادل لان انا ليا علاقه مع الباشمهندس كبيره، او اذا كنت طبعا مع كابتن حسن احسن مدرب في افريقيا، وده شيء لا غنى عنه. طبعا انا مبسوط، رجعنا من فتره احتراف كنا فاكرين حاجه تانيه بس ما حصلش نصيب، بس الحمد لله رجعنا بيتنا نادي المقاولين. احنا من ابناء النادي، كنت انا وعزت احنا من ابناء النادي ومش غرب عن النادي يعني الحمد لله، وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي نكون اضافه كويسه ان شاء الله. يمكن تجربتي في البرتغال، يمكن الواحد اول ما راح كنت ماشي بخطة كويسه يعني، كنت بلعب بصفه شبه اساسيه على طول يعني، كنت لعب 5 ماتشات من 7 ماتشات، بس بعد كده كان في عدم توفيق شويه يعني، او يعني كله خير، حصل لي اصابه في ركبتي فقعدت فيها فتره، فكان هناك النواحي الطبيه مش كويسه يعني، كنت استعجل ان انا انزل التمرين على طول فكان الاصابه تتجدد فقعدت فتره طويله، فهم هناك يعني كان الناس واخديننا اعاره فعايزين يستفيدوا مني بقدر الامكان يعني، عايزين العب واكون موجود على طول، ودي حاجه كويسه بس
لا ما تستعجل اكيد الاصابه بتتجدد فبتضطر ان انت تقعد تاني بس. فهو ده كان الكلام كله على النقطه دي، فكل حاجه انتهت بالتراضي ومفيش اي كلام على الماديات او الكلام ده زي ما الناس كلها بتقول. يعني كل حاجه انتهت بالتراضي وخلاص رجعنا لبيتنا. يعني نادي المقاولين هو بيتنا، بقالي 5 سنين موجود في النادي. ان شاء الله الفتره اللي جايه نحاول نقول نعمل حاجه كويسه مع الصفقات الجديده زي كابتن محمد شوقي وكابتن عمرو زكي وعلي فتحي، فربنا يسهل الفتره اللي جايه ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه. لا الحمد لله ده حاجات جميله جدا بصراحه، وان شاء الله يعني الدور الثاني هتلاقي الوضع مختلف خالص مع كابتن حسن شحاته بصراحه. بسم الله ما شاء الله عمرو زكي ومحمد شوقي ومحمود عزت وعلي فتحي دول اضافه جميله جدا للفرقه، فالوضع هيتغير باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله تبقى الاضافه الصفقات دي لقوه الفريق. الفرقه زي ما قلت اللي موجودين فعلا عملوا دور كويس، لكن الماراثون طويل، 38 مباراة. انت عشان تصمد وتعمل مراكز متقدمة لابد ان يكون عندك ذخيرة قوية تستمر معك في المسير. انا شايف ان خط النص محمد شوقي، الهجوم عمرو زكي، احنا محتاجين في الخطوط دي، وهيحصل تدعيم تاني برضو من افارقة خلال اليومين اللي جايين ان شاء الله، لان احنا يعني بنفكر في عودة البطولات لنادي المقاولين.